وأيضا تنضم إلينا الأستاذة أماني الطويل مدير برنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أستاذة أماني أهلا بحضرتك. إذا مشاهدينا الكرام، ما زلنا كنا نتابع هذه الأخبار الهامة التي وردتنا من السودان. منذ قليل قلنا بأن المجلس العسكري الانتقالي في السودان بينفي استخدام القوة في فض الاعتصام، ولكن أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار كثيف في محيط مقر اعتصام القيادة بالخرطوم، ودعت المعارضة السودانية المواطنين إلى التوجه لمقر الاعتصام وللاحتشاد، واتهمت قوات الأمن بمحاولة فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع بالقوة، ولكن على الناحية الأخرى المجلس ينفي هذا. أيضا عدت إلينا مرة أخرى الأستاذة أماني الطويل مدير برنامج الأفريقي بمركز الأهرام. أستاذة أماني أهلا بحضرتك. أهلا بك. إذا من خلال متابعتك لهذا التطور وهذه المعطيات الجديدة في السودان، يعني هناك أخبار تقول بأنه تم فض الاعتصام بالقوة أو يتم فض بالقوة، وهناك وقوع قتلى وجرحى، وأيضا المجلس العسكري الانتقالي ينفي استخدام القوة ضد المتظاهرين. يعني وفق هذه المعطيات، قراءتك وتحليلك للموقف؟ الحقيقة ده تصاعد للتوتر ناتج عن عدم حسم الموقف فيما يتعلق بنقل السلطة. حصل تباطؤ شديد، وبالتالي لجأت الأطراف حراك الحرية والتغيير إلى حالة الإضراب لمدة يومين. نجح الإضراب المجلس العسكري الآن أو القوى المسلحة لقوات الدعم السريع تحاول أن تكسب وزنا جديدا حتى تستطيع التفاوض بشروطها مع حراك الحرية والتغيير. طبعا التطورات دي تفتح السودان على باب المواجهات المسلحة، ف يعني احنا نرجو انه يحصل توافق بين الطرفين ويتم حسم مسألة نقل السلطة. طيب المجلس دعا في أخبار عاجلة منذ قليل قرأناها، المجلس دعا إلى الأطراف السياسية، كافة الأطراف السياسية في السودان للحوار اليوم أو غدا على أقصى تقدير. يعني في رأي حضرتك، هل ستستوعب الأحزاب أو الحراك الشعبي عموما بكل أطيافه، هل سيستوعب هذه الدعوة؟ أم هذا التطور في مسألة وقوع القتلى والجرحى يعني سيجعلهم يرفضون التفاوض أو يرفضون الحوار؟ أنا أتصور أنه يجب عليهم قبول الحوار لمعرفة المستجدات في نقاط تم التوافق عليها بالفعل وهي جيدة. المسألة يعني التي تتبقى هي مسألة تشكيل المجلس السيادي. لابد من الأطراف أن تتحلى بكثير من الاتزان والنضج حتى يتم إنقاذ السودان من مواجهات المسلحة. مسؤولية المجلس العسكري في المقام الأول باعتباره قابض على السلطة الآن، ثم مسؤولية حراك التغيير بمعنى أنه يجب ألا يحدث نوع من أنواع الشطط في المطالب. طيب أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه القراءة أستاذة أماني. أستاذة أماني الطويل مدير برنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.